الحبل العلوي. من فوق الحبل العلوي لا يدخل بين الحبال. هذه المباراة في جولة واحدة مدة 30 دقيقة، ويلزم فوز بالمباراة الفوز بالجولة. أولاً أول المصارعين من لوس أنجلوس كاليفورنيا يزن 166 كيلوغراماً هو بيج جون ستاد. And from Grenoble in the ومن غرينوبل في فرنسا يزن 221 كيلوغرام هو أندري العملاق. أندري ذا جاينت. يمكن القول بأننا نختتم هذه الحلقة بمباراة العمالقة. فعلا جون ستاد أو بيج جون ستاد معروف عن أنه واحد من أقوى وأعلى في المصارعين، لكنه يتردد ويتباهى بغرور دائما. يزن 166 كيلوغراما ل 221 كيلوغرام، وأندري ذا جاينت عبارة عن فريق لوحده. الجرس ويتردد بيج جون ستاد في الدخول الى الحلبة. بعد ان كان على الحلبة خرج عنها وبدأ الجمهور يستفزه ويتحداه. الجمهور الان يتحدى جون ستاد ان كان عملاقا كما كان يتردد في الاوساط وكما كان يذكر بصورة دائمة. يتحداه الجمهور ان كان يستطيع ان ينازل اندري ذا جاينت اندري العملاق وان لا يتلكأ ولا يتردد وان عليه الصعود الى الحلبة الان. يريد أن يسكت بعض الأفواه أولا كما يقول، ومن ثم يصعد إلى الحلبة. يجب أن يقوم بدورة كاملة. أندري ذا ريال جاينت، أندري هو العملاق الحقيقي. كانت تلك لوحة يحملها حملها واحد من الجمهور حول الحلبة. عندما كان جون ستاد أو بيج جون ستاد يتباهى ويري أيضا أنه يمكن له الصعود أو الدخول إلى الحلبة من فوق الحبل العلوي، ولكن صعد لكن ليس بسهولة. نعم، أندري ذا جاينت لا يريد من جون ستاد أن يضيع الوقت كثيرا. يجب أن يدخل إلى داخل الحلبة وأن يصارعه، لا أن يتردد ويتلكأ ويصول ويجول حول الحلبة هكذا. أخيرا بعد التردد وبعد أن استفزه الجمهور طويلا. حسب في الزاوية عندما يواجه جون ستاد أي حركة لا يريدها يهرب على الفور ويستخدم كتلة وزنه في الضغط على بيج جون ستاد ليريه حجمه الطبيعي. مسحة رأس أمامية قوية من يد أندريا العملاق. مسحة رأس أمامية. الحكم يتأكد أنه لا يوجد هناك خلق
بيج جون ستاد. مع ضخامة بيج جون ستاد إذا ما اقترب من أندري العملاق يصبح مجرد شخص عادي في الطول والعرض والوزن، لكنه إذا ما وقف مع الآخرين فهو عملاق فعلا. إذا ما لجأ أندري ستاد إذا ما لجأ جون ستاد إلى المخالفات سيهدده، هدده وتوعده أندري ذا جاينت باللجوء إلى نكمات القبضة. بدأ الجمهور يستفزه، لماذا لا يصعد؟ يجب أن يصعد. يقول الجمهور عنه بأنه جبان جون ستاد. الحكم على بيج جون ستاد واخيرا عاد. ماذا يريد منه ان يفعل؟ انه ليس ابعد من منتصف الحلبه، ترك له مجالا كي يعود ولكنه يتردد، واذا ما احس بقرب اندريا العملاق فقد يهرب. عرضت وجه على بيج جون ستاد من اندريا العملاق. وبيج جون ستاد لم يجد وسيلة للتخلص من عارضة الوجه هذه التي يطبقها عليه أندري. خارج الحلبة الآن، سيتردد قبل أن يدخل الحلبة، سيماطل ويضيع الوقت سدى، فيقول ربما فيما بعد بأنني صارعت أندريا العملاق مدة أطول مدة ممكنة، وهو أمضى الكثير من وقته خارج الحلبة. يستفز أعصاب خصمه والجمهور معا. رأس أمامية يطبقها أندريا العملاق على بيج جون ستاد. ضربة ركبة، ترنح وسقط، أمسك بالحبل السفلي جون ستاد. يعد الحكم على جون ستاد، يجب أن لا يحشر وأن لا يستقيم بحركة غير قانونية على أندريا العملاق في الزاوية، ينهيها بقوته المحضة وبصفعات رهيبة قوية على بيج جون ستاد. هل عجز عن رفعه؟
هذا الحشر للمرة الثانية في زاوية سيء وبلكمات على المعدة والجوف من بيك جون ستاد على أندري العملاق. يعد الحكم ليبعد جون ستاد لكنه يستمر في مخالفات تلك. ضربة رأس، نعم هذا هو الحل الأمثل. لقد لجأ أندري العملاق ضربات رأس كمرزبة على رأس بيك جون ستاد ويرفعه مع ضخامة وزنه 166 كيلوغراما على حافة الحلبة. على حافة الحلبة إلى أين؟ لا يريد أن يواصل المباراة، لقد واجه ما كفاه ولا يريد مواصلة المباراة. لقد ذهب إلى غرفة الملابس والحكم يعد كما هو متبع، يعد حتى 10 ثواني، فإذا لم يعد اعتبر مهزوما بالانسحاب. لم يستطع بيك جون ستاد الاستمرار في مصارعة أندري العملاق الفرنسي، فبعد أن ألقاه خارج الحلبة ذهب من تلقاء نفسه إلى غرفة الملابس منسحبا من المباراة، وهذا معناه فوز أندري العملاق بالجولة اللازمة للفوز بالمباراة، وكانت مدة جيدة نسبيا تعتبر طويلة إذا ما قلت بالمباراة السابقة.